تنزانيا تحتكر الكرة تندفع، رشيدة توسي سيضيف مهاجم آخر ويوسف القديوي، كرة تسدد والهدف هدف أول لمنتخب تنزانيا. كما قلت منتخب تنزانيا منتخب طيف ستارز يحتكر الكرة يسددها مباشرة في مرمى الحارس نادي لم يغرف عيابا الرقابة. طبيعة اللعب الأنجلوساكسوني قوة التسديد وهو ما حصل حقيقة. هنا الإعادة من رامضاني أمري خلوي.